أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة، أنا رشا قنديل. اتفاق يبدو إيجابيا لتقاسم السلطة وتخليق مجلس سيادي والتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة واستحداث مجلس تشريعي مؤجل لكنه مختلط مدنيا وعسكريا، بل ويحمل بوادر للتناوب على الرئاسة. أقول يبدو وأفتح بابا للنقد والتحليل والتفنيد والأمل لأستشرف وجهات نظر حضراتكم عما تعتقدون في الإعلان عن هذا الاتفاق، مبادئه، آلياته، ضمانات الالتزام به في ظروف ناقشناها وحللنا أثرها ولا نزال. أين الوساطات الإثيوبية والأفريقية من الإعلان عن اتفاق؟ الأهم من حيث ضمانة التنفيذ، أين القوى الإقليمية المتهمة من جانب المعارضة بتوجيه المجلس العسكري الانتقالي وتدجين الحرية والتغيير؟ هل كان الإفراج عما وصفه المجلس بالمعتقلين السياسيين كافة استرضاء للفصائل المسلحة أو صقور المعارضة الساعين كما يرى منتقدوهم وبعضهم في نقد للذات إما لكل شيء أو للا شيء؟ هل قدم أي من الطرفين تنازلات ترونها أكثر مما ينبغي للآخر؟ لو كنتم من هذا الفريق المعتقد في الجور على حق المعارضة مدنيا والمسلحة والقوى الثورية في هذا الاتفاق، أخبروني ماذا تعتقدون في صلابته؟ وهل التظاهرات المرحبة باتفاق دليل على رغبة الشارع من منطلق أن الرضوخ لإرادته أولا فالاحتكام إليه أخيرا؟ وسائل الاتصال كالمعتاد، الاتصال هاتفيا على رقم 0044-203-16-2002. يمكنكم أيضا المشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت أو عبر صفحات البرنامج على المواقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، أو على حسابي على تويتر رشا قنديل بي بي سي. نرصد اليوم ما تبعثون به إلينا بعد أن قررنا تغيير الموضوع لأهميته. يتابع مجريات الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي زميلي حازم الخولي. حازم، مساء الخير، كيف يبدو الحوار في البداية؟ أهلا بك رشا. رشا، في حوار اليوم البعض يرحب بالاتفاق الأخير بين المجلس العسكري والمعارضة، البعض الآخر لديه تحفظات على هذا الاتفاق. لماذا الترحيب ولماذا التحفظ؟ هذا ما سنعرفه بالتفصيل لاحقا في البرنامج. سننتظرك بالتأكيد حازم لنتعرف على مجريات الحوار تفصيلا، وسيبقى حازم يتابع ما ترسلون به إلينا وزملائي طبعا وجميعنا. البداية هي من مجموعة آراء من أحد شوارع الخرطوم. سألنا بعض السودانيين لاستطلاع عينة عشوائية عن رأيهم في توصل طرفي الأزمة إلى اتفاق. دعونا نستمع. خطوة للأمام، هو يعني مش 100%، يعني الحاجة كانت مطلوبة، خطوة إلى الأمام. والله عجبنا عجب شديد الاتفاق، وربنا يقدم السودان لقدام إن شاء الله، ونتمنى له كله خير، ونتمنى له يعني التقدم للازدهار يعني. كله تمام، كل ما طول ما منه فايدة، هسه كده اتفقوا، ده أحسن حاجة، أحسن حاجة اللي اتفقوا ده بس. الاتفاق هو ما مرضي، لكن بيكون كأنه وسيلة للديمقراطية نتمسك به لغاية ما نشوف الاتفاق الكبير إن شاء الله. المواطنين السودانيين كثير منهم بيفتكروا إنه يعني المجلس العسكري غير موثوق فيه، وربما يؤدي إلى عرقلة الاتفاقات، عرقلة الفترة الانتقالية بوضع مزيد من المتاريس قدامه. الوصول لاتفاق بعض شعور بالراحة في 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 الأوساط بتاعت الشعب السوداني، مع انه هو ما حقق طموحات الشعب السوداني، لكن انا بفتكر انها هي خطوه لقدام حيكون حاميها الوعي، وعي الثوره ووعي الشباب اللي قاموا بالثوره. الحاجه الواحد كان يعني بيتمناه انه الناس تتوافق على اساس انه تتفق وتصل في النهايه للطموحات الواحد عايزها، وزي ما بقولوا متفائلين. كما ذكرنا هذه عينة عشوائية لكنها تعبر عن رأي من استطلعت، آرائهم في الشارع السوداني. أخبروني عن آرائكم أنتم ما بين التفاؤل والتحفظ، وسأطرح عدة أسئلة ربما تنظم هذا الحوار. ليس هناك أصدق من الصورة، بالتأكيد سنعرض على حضراتكم خلال هذه الحلقة صور أرشيفية منذ ليلة الأمس حينما خرج متظاهرون احتفالا بالإعلان عن اتفاق مبدئي. الآن أتحول إلى مشاركاتكم مباشرة على الهواء، مشاركات هاتفية، وأبدأ من السيدة حنان إبراهيم. أستاذة حنان، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. هل هو اتفاق، أهلا بك، هل هو اتفاق اضطرار ولا اتفاق اقتناع؟ يعني هل حصلت المعارضة على جل ما كانت تصبو إليه وبالتالي اتفاق مقنع، ولا هذا يعني ليس هناك في الإمكان أفضل مما كان؟ أنا لا أرى إنه هو اتفاق نهائي،
ولكن المرحلة تتطلب هذا الاتفاق، خاصة عندما قال الشارع المدهي. الشارع هو من جبر قوى الحرية والتغيير للتنازل قليلا، والمجلس العسكري للتنازل ويجلس للتفاوض، لأن الوضع في السودان خطير جدا ولا يتحمل أي تأخير. نحن نعيش ظروف قاسية جدا، ظروف اقتصادية، غياب الأمن، غياب الاستقرار، التشدد، لا ندري من يحكم، لا ندري من يفرض حقوقه الأمنية، لا ندري من يخلق الأوامر، لا ندري من يتحكم في من. من المسؤول عن حالة الضبابية الموجودة أستاذة حنان؟ البعض يلقي باللائمة على قوى الحرية والتغيير أنها أرادت إما كل شيء وإما لا شيء، البعض يلقي باللائمة على المجلس العسكري الانتقالي، والبعض يلقي باللائمة على أطراف خارجية سواء إقليمية أو أفريقية قيل إنها تحاول فرض سيطرة أو إرادة أو استمالة للمجلس. أنا يعني المسؤول تماما عن هذا الحاصل هو المجلس العسكري، وخاصة بعد الزيارات المريبة لمصر والإمارات والسعودية. تغير المجلس تماما، تغير استراتيجيته، تحول إلى عداء مستقم مع قوى الحرية والتغيير. يعني كنا نعاني لأي نطاق تنويري كان يتنفق بالأمن، كنا نمنع تماما من مواصلة أي نقاط أو أي حوار. طيب. وافق السلطات الأمنية. نعم. نرى أن المجلس العسكري هو من يعني أدخل السودان بهذه المهنة، وأنا أعتقد أن المجلس العسكري هو النفق المظلم في الثورة. على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك أنا استقرأت أن حضرتك متفائلة بالاتفاق. نعم أنا متفائلة جدا. نعم. لأنه نحتاج لحكومة تدير البلد. هذه نقطة مهمة أبدأ من عندها النقاش. نعم. من يحكم. تمام. ولكن من يدير البلد ويضع استراتيجية للعبور بأمان. نعم. أستاذة حنان إبراهيم أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأتحول إلى ضيفتي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الأستاذة ندى أمين الإعلامية والباحثة السياسية. أستاذة ندى أهلا وسهلا بحضرتك. من هذه النقطة التي بدأنا من عندها اسمحي لي أن أطرح عليك السؤال، هل جيد انه حصل اتفاق بالاساس على الاقل انه يرى البعض انه او كثيرون، ليس هناك وسيله لقياس الراي العام على اي حال، انه البلاد كانت تنزلق الى وضع شديد الخطوره، وبالتالي اي اتفاق افضل من لا شيء؟ تحية طيبة، شكرا لك أستاذة رشا قنديل، وكل تحية لكل المشاهدين. شكرا لحضرتك. انا اعتقد انه يجب ان ننظر إلى هذا الاتفاق في إطار السياق العام والظروف الحالية التي يمر بها السودان، والجميع يعلم أن السودان الآن يمر بمنعطف خطير، وأنه هنالك حالة من الاختناق السياسي والأمني والاقتصادي حتمت على الطرفين، بل وأجبرتهم على ضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات المباشرة تحت ظل الوساطة الإفريقية الإثيوبية. وهذا الاتفاق أنا أعتقد أنه لا يجب أن نكون متفائلين أو أن ننظر إليه بمنظور احتفائي وترحيبي بحت. نعم هنالك بعض الأطراف والقطاعات من المجتمع السوداني التي رحبت به، ولكن أيضا هنالك حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى يعني جموع كبيرة من المواطنين السودانيين، على الأخص لدى إذا جاز لي أن أقول لدى النخبة المتعلمة المثقفة والتي تمتلك قدرا من الوعي السياسي، باعتبار أن هذا الاتفاق حمل في طياته الكثير من السلبيات التي يمكن أن يعني أوضحها لاحقا، ولكن في ذات الوقت هو يعني هنالك بعض الإيجابيات، من أهمها أعتقد أنه وفر مناخ ملائم لحقن دماء السودانيين ولو مؤقتا، لأنه كما نعلم طيلة الفترة الماضية ومنذ الإطاحة بالنظام الرئيس السابق عمر البشير كان هنالك الكثير من القتل والانتهاكات التي أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا.
طيب بس يا أستاذة ندى، حضرتك بس لحظة، حضرتك وصلتي إلى نقطة مهمة برضو لها علاقة بالظرف المحيط بالاتفاق أو الوصول إلى اتفاق مبدئي. بصراحة الانتقادات الموجهة إلى قوى الحرية والتغيير أو الفصيل الذي جلس كبيرا أو صغيرا إلى المجلس في هذه الجولة يتحدث عن أنه مطالب المعارضة بدأت قوية وبعدين أصبحت مفككة، وبعدين كان هناك تذبذب في هذه المطالب ذهابا وإيابا، من محاكمة أو تحقيق خارجي إلى تحقيق قومي، من مجلس سيادي بخصوصيات معينة، الآن يعني عدنا إلى المناصفة، مجلس تشريعي مرجأ إلى آخره. وبالتالي هل المعارضة السبب، قوى الحرية والتغيير السبب في أنها حصلت فقط على هذه المكتسبات؟ نعم، بالتأكيد أعتقد أن قوى الحرية والتغيير لم ترقى إلى مستوى مطلوبات الثورة وإلى مستوى الثقة الشعبية التي أعطاها لها الشعب السوداني، باعتبار أنه كانت طيلة فترة تفاوضها الماضية مع المجلس العسكري تتعامل مع المجلس على أساس أنه الأقوى وله اليد العليا في تحديد المسار التفاوضي، وكانت مواقفها تتسم بالكثير من الهشاشة والضعف، وكان هناك الكثير من التنازلات، ولذلك يجب النظر إلى اتفاق الأمس كمحصلة نهائية ونتاج طبيعي لمواقف قوى الحرية والتغيير المتخاذلة والتي أبدت غدرا كبيرا من الليونة والرخاوة في التعامل مع المجلس العسكري، وليس لذلك أي ما يبرره، على الأخص لأنها يعني تمتعت بثقة شعبية كبيرة، وقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات هي دعت إلى مسيرة مليونية في 30 من يونيو الماضي، وحظيت هذه المسيرة بمشاركات جماهيرية غير مسبوقة أغرقت شوارع الخرطوم والمدن الأخرى، وبالتالي جعلت قوى الحرية والتغيير في موقف تفاوضي أقوى. وعندما دعت الوسيط الإفريقي الإثيوبي قوى الحرية والتغيير للجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري، اشترطت قوى الحرية والتغيير 6 شروط للعودة إلى المفاوضات، ولم يتم تحقيق أي منها ما عدا إطلاق سراح بعض المحتقلين السياسيين، وسارعت قوى الحرية والتغيير للجلوس في طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري دون تحقيق اشتراطاتها. هذه أنا أعتقد أن الاتفاق فيه انتغاز كبير لمكاسب الثورة، وواحدة منها أنه رئاسة المجلس العسكري سوف تكون للعسكر طيلة المجلس السيادي 21 شهرا القادمة، أي نعم أقصد المجلس السيادي، الرئاسة سوف تكون عسكرية وطيلة 21 شهرا القادمة، أي ما يعادل تقريبا سنتين، وهذه الفترة تعتبر فترة حرجة جدا في تاريخ الحياة السياسية في السودان، باعتبار أنها يعني فترة مفصلية للتخلص من بقايا النظام القديم وتفكيك مفاصل الدولة العميقة والتأسيس لبناء الدولة المدنية الحديثة. لا، لست أدري إن كانت زلت لسان إنه حضرتك تتحدثي أستاذة ندى، لست أدري إن كانت زلت لسان حضرتك تقولي إنه ال 21 سنة القادمة ستكون تحت قيادة المجلس الانتقالي في رئاسة المجلس السيادي، تدفعين ثمنا كبيرا لو كنت تقصدين ذلك، بس على أي حال أريد أن أشرك مع حضرتك أصوات أخرى لنفتح آفاقا يعني أرحب في هذا الحديث. يا أستاذة ندى لو سمحتي أتحدث إلى الأستاذ ياسر البدري. أستاذ ياسر أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ ياسر تسمعني؟ نعم. أستاذ ياسر، هناك تفاصيل لها علاقة بهذا الاتفاق، من بينها إرجاء المجلس التشريعي وتركيبته، الحديث عن التناوب على الرئاسة ما بين المدنيين والعسكريين إلى آخر التفاصيل التي أعلنت. بصراحة من منطلق ما قالته أستاذة ندى، هل هناك فقدان ولو جزئي للثقة في كيفية إدارة الحرية والتغيير للمفاوضات؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هي كانت مهزوزة، وأنا أفتكر يعني الثقة دي افتقدت في فترة الاعتصام يوم 3 يونيو. أصبح كل واحد من القوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري لا يثق في الآخر،
بس أنا أتحدث عن الرافعة التي على أساسها استقت قوى الحرية والتغيير قوتها، وبالتالي أسأل حضرتك كمواطن سوداني ما مدى ثقتك أنت في كيفية إدارة الحرية والتغيير للمفاوضات بالنظر للاتفاق المعلن عنه؟ والله أنا لا أستطيع أن أقول متفائل ولا أقول متشائم. متفائل في حالة يكون نصيب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي هو أكبر، لأنه هو ده مناط التشريعات والقوانين، وده هو بيحدد مطلب الثورة. يعني الثورة يعني ما اكتملت بتقسيم وزاري، يعني النظام التقسيم السلطة أو 7-7 أو 5-5، هي دي ما النقطة الخلافية. النقطة الأهم كانت المجلس التشريعي اللي بسببها يعني علل التفاوض، يعني تأخرنا لهذه الفترة. هو أرجئ الحديث عن تفاصيله لأجل لا أحد يعلم إن كان قريبا ولا بعيدا. أستاذة منى من أم درمان، شكرا لك أستاذ ياسر. أستاذة منى من أم درمان، مرة أخرى أطرح على حضرتك السؤال، هل ينبغي الرضا بتفاصيل هذا الاتفاق على اعتبار أنه يدرأ مخاطر أكبر كما يرى المجتمعون على أي حال، من بينها مثلا الفصائل المسلحة شديدة يعني وجهات نظرها متشددة؟ عندما درسنا للتفاوض كانت وإعلان الحرية والتغيير متأكدة أن الاتفاق لن يكون كامل، لن يلبي كل رغباتنا، ولكن كان لابد للاتفاق، كان لازم نتفق عشان الدماء تجيب، عشان الشهداء ما يكون عندنا شهداء جدعان، عشان الشارع السوداني والوضع الاقتصادي في الوقت في السودان حاليا محتاج فعلا للاتفاق. بس لو سلمنا بهذا المبدأ يا أستاذة ندى، سيقول البعض لماذا إذن خرجت المظاهرات إذا كان الهدف هو درء المفاتن وأنه لا يكون هناك أوضاع مضطربة وهكذا، فالواقع الثوري منافي للواقع الإصلاحي. المظاهرات خرجت للمطالبة بالحرية، وإحنا لازلنا على طريق الحرية. إحنا بالنسبة لنا إحنا الحارس للاتفاق، إذا حاد أي واحد من الطرفين في أي لحظة من اللحظات عن الاتفاق الأساسي، عن مطالبنا الأساسية، إحنا موجودين عشان ندافع عنها. الشوارع موجودة وإحنا موجودين، حنرجع لمظاهراتنا، حنرجع لأي حاجة حتى ننفذ كل المطالب. قوى إعلان الحرية والتغيير حاولت تصل للمطالب اللي إحنا محتاجين لها أبعد الطرق الممكنة، مع التعنت العسكري الكبير، مع الرفض العسكري الكبير، خوفا من المحاكمات، خوفا من الحساب، خوفا من اللجان الدولية، من أي حاجة. طيب يعني إذن حضرتك ترين أنه كما كان الشارع هو الرافعة سيكون أيضا الضمانة؟ أيوة بالضبط، إحنا الضمانة الوحيدة. تمام، أعود مرة أخرى إلى ضيفتي أستاذة ندى أمين الإعلامية والباحثة السياسية. أشكرك أستاذة منى. أستاذة ندى، حضرتك ذهبت إلى تفاصيل الاتفاق، بس في البداية انتقادك شديد لقوى الحرية والتغيير، أفهم من ذلك أنه هذا من باب نقد الذات ولا يعكس انقساما بداية شقاق إذا لم يكن شقاق حاصل بالفعل بين تيار متشدد يريد كل شيء، ربما يعني بيشار ربما إلى حضرتك أو وجهة نظرك في هذا السياق، وتيار آخر يريد قدر من، لا أريد أن أقول مهادنة، بس المناورة ربما أو إبداء بعض الليونة، فهو نقد للذات ولا هو شقاق فعلا؟ يعني أنا منذ بداية هذا الحراك كنت من الداعمين بشدة لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، ولكن هذا بأي حال من الأحوال لا يضعها في موضع الغداسة، ولذلك ليست هي محصومة عن النقد إذا حدث أي قصور أو خطأ من جانبها. وأعتقد أن هذه ممارسة ديمقراطية جيدة، وأنا قد يعني تحدثت مع الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي، وهنالك عدم رضا وقبول بنتائج هذا الاتفاق باعتبار أنه جاء أقل كثيرا من سقف طموحات الشارع السوداني. وعلى الأخص حتى إذا يعني أخذنا مثالا آخر بالإضافة إلى ما ذكرته سابقا فيما يختص بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت منذ 11 أبريل وحتى اليوم، وافقت قوى الحرية والتغيير على إجراء تحقيق وطني شفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، في حين أنها حتى قبل جلوسها إلى المفاوضات المباشرة كانت تصر على إجراء تحقيق مستقل تحت إشراف دولي.
وكلنا نعلم يعني قصور الأجهزة العدلية والقضائية. طيب. إذا كنتم في السودان تعتقدون أن هناك قصور للأجهزة العدلية التي لا تتمتع بأنظمة ديمقراطية، إذا كنت حضرتك وكثير من 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 الأصوات البارزة في المعارضة سواء منظمة تحت قيادة الحرية والتغيير أو التجمع المهنيين أو مستقلة، ترى أن هناك غياب للثقة أصلا في المجلس العسكري وثانيا في المنظومة العدلية في السودان بعد الأنظمة الفائتة يعني أكثر من 30 عاما، لماذا إذا تمت الموافقة على التحقيق الوطني أو التحقيق الداخلي الذي أنتم تقولون أنه ليس به أي ضمانة؟ هذا ما قامت به قوى الحرية والتغيير، وهنالك الكثير من الرفض لما ذكرته قوى الحرية والتغيير بهذا الشأن، باعتبار أن هنالك يعني عدم ثقة شعبية في هذه المؤسسات العدلية والقضائية في السودان. ولكن هذا موقف تفاوضي خرجت به قوى الحرية والتغيير، وهو موقف يجب أن ننظر إليه بشيء من الحذر والتحفظ، لأننا حريصون جدا على محاسبة كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين السلميين، وعلى الأخص لأنه يعني هذا الاتفاق بشكله الحالي لا يوفر مساحات كافية لضمان إجراءات العدالة والمساءلة، على الأخص لأن المجلس العسكري نفسه محاسبا باعتباره كان مسؤولا طيلة الفترة الماضية عن إدارة شؤون الحكم في البلاد، وبالتالي كل هذه القوات النظامية سواء كانت أمنية أو شرطية أو قوات الدعم السريع هي كانت تأتمر بأمره، لذلك هنالك مسؤولية مباشرة على المجلس العسكري، والآن المجلس العسكري صار شريكا شرعيا في الحكم بحكم هذا الاتفاق. نعم. ولا نعرف كيف يمكن أن يكون في ذات الوقت هو غاضيا ومتهما في ذات الوقت. أنا بالمناسبة للتنويه فقط سيكون لدي ضيفة مختصة بالقانون الدولي في الشق الثاني من هذا البرنامج لنستجمع أطراف الحوار أيضا، أستاذة ندى أمين الإعلامية والباحثة السياسية من الخرطوم، ممتنة لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك في نقطة حوار. الآن مرة أخرى إلى مشاركات حضراتكم الهاتفية، وجهة نظر أخرى أيضا غير متفائلة ربما بهذا الاتفاق سنعرف. أستاذ عبد الرحمن دقيس من النرويج، مواطن سوداني على ما أحسب. أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بالضيوف الكرام. أولا الاتفاقية التي تمت بين المجلس العسكري الانقلابي وقوى الحرية والتغيير هو استمرار للنظام السابق. أولا الشعب السوداني خرج لتغيير نظام الإنغاز، للأسف الشديد أن الإنغاز لم يتم تغييره، فقط سقط بشير من معه لكن استمر حلم فيه ومع برهان وغيرهم أعمدة الأساسية في النظام السابق، وهم الذين قاموا بتسليح الميليشيات في دارفور ومناطق أخرى. إذن الأهداف الحقيقية التي قامت بها الثوار والمواطنين السودانيين في كل مكان من التمازين للجنان ومن بور السودان الى أطرة لم تحقق ولا واحد بالجنان. بس استاذ عبد الرحمن لما حضرتك تقول انه هذا الاتفاق هو امتداد لعصر ما قبل خلع عمر البشير، هل هذا يعني انه هناك غياب للثقه اصلا في نوايا المجلس او في تصرفاته، ولا انه هناك تواطؤ انتم ترونه من جانب قوى الحريه والتغيير؟ ما هي رؤيتكم لموقف المعارضه طيب اذا كان هناك هذا الانتقاد الشديد للمجلس؟ مش انه في عدم ثقه، المجلس هو يعني هو المرتكب الاساسي لجرائم برهان الذي قام بتسليح الميليشيات باسم حرس الحدود وغيره باسمائهم في دارفور، بالاضافه للمعارضه للاسف الشديد المعارضه المنفصله في قوى الحريه والتغيير تبنت قضايا المركز فقط، يعني تبنى قضايا الذي يهمه في المركز، على سبيل المثال التحقيق الذي قام به او طالب به تحقيق فقط الجرائم التي ارتكب في مقر الاعتصام اعتصام القياده العام، لكن لم يتناول الجرائم التي ارتكب في نيالا، لم يتناول الجرائم التي ارتكب في بور السودان، في مدني، في قضاري، في مناطق كثيره، ليه ما دخل الجرائم ده من ضمن الجرائم المفترض يتم التحقيق عليه؟ بالاضافه الثوره قامت بسبب الحروبات في الهامش السوداني ده خلى بس الا ترى حضرتك استاذ عبد الرحمن انه من المبكر الحديث عن النيل الازرق وعن جنوب كردفان وعن ربما دارفور سابقا وعن الجنوب في وقت اصلا الطرفان يحاولان رأب صدع قد يصل بالخرطوم ذاتها الى وضع اسوا
أشد خطورة، خصوصا مع وجود تيار متشدد في المعارضة. لا أخفيك، يعني أعتقد الجميع أصبح يعرف الآن أن هناك ذراع للفصائل العسكرية في التأثير على القرار السياسي بشكل أو بآخر. نعم نعم حقيقة، أنا قرأت يعني بيان لعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، وبيان لحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسيد عبد العزيز الهيلو، كلهم رافضين الاتفاق. لكن زي ما أسأل أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة هم مين؟ هم الشعب اللي بيتكلم عنهم، شعب جبال الطوبة، النيل الأزرق، دارفور، شعب الخرطوم غير. الآن هل شعب الخرطوم يتحقق طموحاتهم؟ لا. شعب جبال النوبة لا، يمكن أنه ده أحد اللي يتحقق في الاتفاقية هو مصالح ما بين قوة مدنية تابعة للمركز استمرارا لدولة السودان اللي هي من قبل 60 عاما من بعد الاستغلال، استمرارا الآن بصوب جديد بدلا من صوب الإنغاز الدكتاتوري الآن بصوب مدني برضه دولة المركز. الاتفاق لا يلبي طموحات الشعب السوداني، وامتداد لدولة المركز الأنصري القاعد تصدر كل أنواع الحروبات وكل أنواع الأنصرية والدكتاتورية القاعد تصدر للهامش الآن. لو نظرنا على سبيل المثال فقط نقطة بسيطة، لو نظرنا للوفد، الوفد المفاوض والوفد المتحجز باسم القوى الحرية والتغيير وغيره، كلهم وصلوا فقط مركز وأصدقاء ومجموعة محددة. أين سكان دارفور من الكلام ده؟ أين سكان جبال النوبة؟ أين هم؟ قدموا ما قدموا من تضحيات من أجل الثورة، من أجل تحقيق الثورة قدموا، لم نجدهم أحد من غيرهم. السؤال آخر، أين المرأة؟ أين المرأة من الصورة التذكارية المبارح كان فيه بصمات وغيره الساعة 4 صباحا؟ أين المرأة في المكان ده؟ أين كل مواطنين السودانيين في باقي الأقاليم؟ نعم استاذ عبد الرحمن، كلها اسئله مشروعه على اي حال، وكلها اسئله انتظر ان اطرحها على ضيفي التالي فور ان نتمكن من الوصول والاتصال به على اي حال. الان اعود مجددا الى زميلي حازم الخولي، اتعرف منه على تفاصيل الحوار اليوم بعد ان اطلعنا على مستجداته. يا حازم. نعم رشا، بشكل عام هناك ترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي بالاتفاق الذي طال انتظاره بين طرفي الأزمة في السودان. هذا الاتفاق الذي قالت قوى الحرية والتغيير إنها تأمل أن يكون بداية لعهد جديد في السودان، ووصفه المجلس العسكري بأنه لن يقصي أحدا. مثلا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عرض قائلا: نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ. جمال علي يغرد قائلا: بداية المعركة الحقيقية نحو حلم الدولة المدنية للتغير واقتلاع جذور المنظومة القديمة المستمرة منذ استقلال السودان، لازم نقف مع بعض ونتوحد ونبني وطنا شامخا نفتخر به بين الأمم. حسام مكي: بعد الاتفاق نأمل في مجلس وزراء قوي ووزير خارجية يعيد للسودان اعتباره ويؤسس لعلاقات دولية متزنة غير مرتهنة. في المقابل يقول محمود رفعت: اتفاق ما تسمى المعارضة في السودان مع المجلس العسكري على اقتسام السلطة بتأسيس مجلس سيادي يتناوبون رئاسته 3 سنوات يعكس الفجوة بين طموح الشارع الذي قدم التضحيات ومن يدعون تمثيله. فقط للإشارة حازم، أتصور أنه تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات كان من أبكر التغريدات تعليقا على الاتفاق، وهذا سؤال ربما أطرحه في هذا الجزء في الحلقة. طيب، البعض يرى أنه بنود الاتفاق ربما لا تكون مرضية بالنسبة 100% خصوصا للمحتجين أو للمعارضة بأطيافها في الشارع، كيف رآها المشاركون في الحوار؟ صحيح رشا، البعض في الحوار عبر عن عدم رضاه عن الاتفاق، خاصة من يشاركون في الاحتجاجات منذ شهور في شوارع السودان والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كما نعلم. لكن جانب آخر يرى أن الظروف الحالية تتطلب قبول هذا الاتفاق حتى وإن لم يكن مرضيا بالقدر الكافي. مثلا على صفحتنا على فيسبوك يقول جلال الصديق: لم تحقق لنا المطلوب وغير مرضية لنا كشعب، لكن ثورتنا مستمرة حتى تحقق كل مطالبنا من حرية وسلام وعدالة وحقنا في العيش الكريم، كذلك محاسبة القتلة والمجرمين والقصاص لدماء الشهداء. مزمل يقول: الاتفاق غير مرض للقوى السياسية لأن هؤلاء العسكر أيديهم ملطخة بدماء الشهداء، لذلك لم نكن نتمنى شراكتهم في المجلس السيادي، لكن خلونا نمشي خطوة إلى الأمام ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. في المقابل تقول وفاء يوسف:
اتفاق مرض نقفل الباب لخلق حفتر في السودان، الثورة مستمرة ومحروسة إلى أن تتمكن قوى إعلان الحرية والتغيير من تثبيت أقدامها داخل المؤسسات. عمر دابي، اتفاق مرض وعادل ولا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها السودان. فالتناوب على المجلس السيادي ما بين المؤسسة العسكرية والمدنية يضمن للسودان استقراره ويعزز نوعا ما الديمقراطية. نعم، محور آخر حازم أتحدث عنه أيضا وأشكرك أنك قدمته لي، هو الخطوة التي اتخذت من جانب المجلس العسكري قبل عدة أيام، الموافقة على إطلاق سراح ما قال أنه جميع السجناء السياسيين. بشكل عام هل يرى المشاركون أنه هذه الخطوات تساعد على بناء الثقة مع المجلس أو بين المجلس وقوى الحرية والتغيير بالأحرى؟ من علق على هذه الخطوة، من علق على هذه النقطة عفوا رشا، يرى أن المسألة استعادة الثقة هو أمر يحتاج إلى مزيد من الخطوات الممثلة وأيضا لمزيد من الوقت، لأن الهوة بين الجانبين أصبحت عميقة بعد فضل اعتصام الشهر الماضي وما صاحبه من سقوط ضحايا. مثلا محمد أحمد يقول الخلافات بين بعد المجزرة أصبحت شائكة ومعقدة، إضافة للرد على الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير من جانب المجلس العسكري بعد أن صرح مسؤولوه بالتراجع عما تم من الاتفاق. إبراهيم عباسي، إذا لم يتجرد المجلس العسكري عن ولاءاته الخارجية ويملك قراره بيده فلا أظن أن تكون هنالك ثقة بين الجانبين. مشاركة أخرى تقول الثقة مثل الكثبان الرملية مستحيل إعادتها مهما كان، المجلس العسكري هو من قام بفض اعتصام القيادة العامة وإلقاء الجثث في النيل وهذه العملية البشعة تعكس الوجه الحقيقي له. أخيرا تغريدة وحيد عبد الرحمن، من يتوقع أن الوصول لاتفاق مع العسكر يخدم الثورة هو واهم، الاتفاق الوحيد الذي سيتم مع العسكر لو تم سيكون في صالح العسكر فقط. طبعا لا يمكن القياس ما إذا كان معظم الآراء، هو معظم الآراء التي شاركتنا اليوم على أي حال لديها تحفظات أو تخوفات، لكن بالتأكيد ربما هناك أصوات أخرى لم نسمع عنها. زميلي حازم الخولي أنا أشكرك شكرا جزيلا على طرح مجريات الحوار، خصوصا مع تغيير الموضوع في اللحظة الأخيرة لأهمية الإعلان عن هذا الاتفاق. أشكرك شكرا جزيلا حازم، وأعود مرة أخرى إلى مشاركات حضراتكم الهاتفية. هذه المرة أتحدث إلى الأستاذ الصادق خلف الله. أستاذ الصادق أهلا وسهلا حضرتك، تحدثنا من القضارف إذا لم أكن مخطئا. نعم أهلا وسهلا بحضرتك فن، نحن شاكرون لكم في الواقع، شكرا جزيلا لحضرتك. الإغال في التفاؤل لأنه هناك كما استمعنا إما حقن للدماء أو محاولة القراءة بشكل أفضل أو أنه هناك خطر سياسي محدق بالسودان أو تدخلات خارجية، أيها يأتي على رأس أولوياتك إذا كنت تتحفظ على الاتفاق أو تتخوف منه على أي حال؟ والله الاتفاق بيطعم الدم، لكن بين البيع والضرورات بتبيح المحظورات. بمعنى ماذا؟ بمعنى انه حفظا لدماء الشهداء. طيب يعني لو نعم. لو نظرت مع حضرتك مثلا الى الاشاره الى تدخلات اقليميه كانت تحاول استمالة المجلس العسكري وكانت هذه وجهة نظر قوية جدا في الشارع وقوية جدا في صف المعارضة التي تتفاوض، هل زال هذا الخطر الآن إذا كنت تراه قائما؟ أستاذ صادق؟ المجلس العسكري قبل تاريخ المليونية كان بيتحدث أنه تكوين حكومة بخارج هو الحرية والتغيير وكلام زي ده، لكن غير سياساته بعد المليونية هي خلت المجلس العسكري يربح لرب الشعب. طيب لماذا إذا لم تستمر التظاهرات لفرض المزيد من الضغط، جني المزيد من المكاسب وتأخير الإعلان عن هذا الاتفاق من وجهة نظرك؟ لماذا تم التنازل بشكل كبير أو ضئيل من جانب قوى الحرية والتغيير؟ حفظا لدماء الشهداء. طيب أليس من الممكن أن يطرح أحدهم تساؤلا أنه إذا كان هذا هو المرجو فلماذا خرجت التظاهرات منذ البداية؟ إما حرية كاملة بما أنه هذا كان المعلن من جانب المتظاهرين أو رضاء بإصلاح ربما تدريجي. الله زي ما أتفق معك في النقطة الأخيرة أنه إصلاح تدريجي. يعني حضرتك أميل إلى الإصلاح التدريجي ليس منه ضير، جيد الإصلاح التدريجي. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صادق، وجهة نظر واضحة مختصرة لكنها واضحة. أستاذة زينب عوض من الخرطوم أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام. أهلا بك. ما هي الضمانة أن ينجح هذا الاتفاق خصوصا مع أنه البعض يرى أنه كل ما كان متخوف منه لا يزال قائما؟ والله
يعني لسه المخاوف موجودة وفعليا ما في ضمانات ممكن الاتفاق ده يستمر، لأنه لحد يعني إذا لاحظنا يعني إذا تابعنا من بداية المفاوضات في الشهر الماضي يعني حاول يوقع اتفاق اليوم القبلي هو حصل صد للاعتصام، تنصل المجلس العسكري من اتفاقاته او صد الاعتصام. طيب بس اذا حضرتك ترين انه ليس هناك من ضمانات، فهذا يعني انه المجلس قد ينسحب من هذا الاتفاق كما انسحب من سابقه، هذه وجهه نظر. وجهه النظر الاخرى ترى يا استاذه زينب انه باراده امريكيه الا يتدخل قوى في المنطقه تحديدا مصر والخليج سيتسق الوضع الى ضمانه الا ينسحب المجلس من الاتفاق. إذا دخلت خارجية مقصودين؟ نعم، لأنه هناك حديث عن إنه الولايات المتحدة يعني تدخلت بشكل دبلوماسي لتهدئة الوضع في السودان، وبالتالي يعني تم كف يد الخليج وربما مصر عن السودان في هذه المرحلة. تتفقين ولا تختلفين مع هذه الرؤية إذا كنت ترين أصلا تأثيرا لهذه الدول؟ هو كان في تأثير في البداية، يعني هي قوت يد المجلس العسكري وساعدته حتى على فض الاعتصام، معتبرين انه حتكون هذه النقطة النهائية او المحطة النهائية للثورة السودانية. لكن بمزيد من ضغط الشارع وقوى الحرية والتغيير تأثر على انه يجلسوا ثاني مجددا للتفاوض وبمبادرات من الاتحاد الافريقي ووساطة دولة اثيوبيا. تمام، يعني اذا حضرتك ترين يدا عليا للمبادرة الاثيوبية بدعم من بنود افريقية سمعنا عنها الايام الفائتة. وليقضي عن المجلس العسكري المجتمع الدولي لابد للجلوس للتفاوض ويبدا حسن النية. طيب أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. سمحتي أن تبقي معي أستاذة زينب لأن حديثنا لم ينتهي. كان من المفترض أن ينضم إلينا عبر أقمار الاصطناعية من الخرطوم الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين السابق، لكن للأسف لم نتمكن من الاتصال به لسبب أو لآخر. لكن تنضم إلي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الدكتورة زحل الأمين أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة النيلين. دكتورة زحل أهلا وسهلا بحضرتك، التقينا أكثر من مرة قبل الإعلان عن هذا الاتفاق. الآن هل ترين حضرتك أنه هذه نقطة أو خطوة إلى الأمام، ولا المعارضة قدمت تنازلات أكثر مما يجب وتفتتت مطالب الشارع أو على الأقل تضاءلت انكمشت؟ مرحبا استاذ رشا، مرحبا مشاهدي بي بي سي. الله يسلمك. بالنظر للاتفاق في مجمله، طبعا الاتفاق يعني يجب ان ينظر اليه من زوايا مختلفه. هو طبعا حتى الارضيه التفاوض يعني تعرضت لعثرات كثيره وتعرضت لاشكاليات وتجاذبات وشد وجذب بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، لدرجة أن المجلس العسكري في مرة أعلن أنه سوف يتراجع عن هذا الاتفاق وسوف يدعو إلى حكومة مبكرة، ويعني أكثر من مرة وعبر أكثر من يعني من متحدث باسم المجلس العسكري، فكان هذا سوف يجهض الاتفاق نهائيا. وأما بعد ذلك كما نعلم جميعا بتدخل من يعني لدرجة أن رئيس الوزراء الأثيوبي حضر بنفسه إلى السودان لإنغاس هذا الاتفاق، وبعد ذلك عين مبعوث أفريقي وجاء مبعوث أمريكي ودورة ترويكا تدخلت والاتحاد الأوروبي، كانت هنالك مجموعة من يعني الحراك الدولي الذي دفع يعني يعني دفع الطرفي التفاوض للرجوع مره اخرى، اضافه الى ما حدث يوم 30 يونيو كان حدثا مؤثرا جدا، وكان يعني رده الفعل يعني عن هذا اليوم يعني الحافل كان بالاحتجاجات والتظاهر في كل انحاء السودان، اضافه الى عدد الشهداء نتمنى لهم يعني الرحمه والمغفره ونتمنى ان يتم الاختصاص لهم من قبل السلطات المختصه. وهذا سوف يعيدني الى بدايه سؤالك، هل هذا الاتفاق دون مستوى الطموحات ام ملبيا لطموحات الشعب السوداني؟ فلو نظرنا لهذه المكاسب في مجمله بنجد ان هذا الاتفاق في هذه المرحله المفصليه من عمر السودان
ممكن أن يعتبر اتفاقا مقبولا إلى حد ما. بس يا دكتورة زحل إذا لم تخني الذاكرة دكتورة زحل إذا لم تخني الذاكرة في المرات الأولى التي تحدثنا فيها حضرتك كنت مناصرة لفتح تحقيق دولي مستقل في فض اعتصام القيادة العامة، إذا لم تخني الذاكرة، إذا خانتني فأنا بعتذر. وأضيف إليها الحدث الأخير في 30 من يونيو الذي يطلب فيه كثيرون أيضا تحقيقا، هل النظام العدلي، وهذا الانتقاد سمعته قبل دقائق قبل أن تنضمي حضرتك إلي، النظام العدلي في السودان كفيل بأن يجرى تحقيق كهذا وتسليم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محاكمات عادلة؟ أنا شخصيا قانونية ومن منظور قانوني وأخلاقي ووطني أرى يعني أتمسك بهذا الحق تماما، حق إجراء تعديل يعني تحقيق عادل وشفاف ويقدم الجناء إلى المحاكمة دون مجاملة ودون مواربة، وأن تعلن نتائج هذا التحقيق، وأن يعني يعلم يعني أسر الشهداء، يشفي قليل أسر الشهداء ويشفي قليل الشعب السوداني، لأنه ما حدث في ساحة الاحتصام وما حدث منذ 19 ديسمبر منذ بداية الثورة حصلت انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان في السودان، وحدث قمع للتظاهر وحدثت إصابات بالرصاص الحي. هذا لا يمكن يعني أن نتوارى عن هذه الأحداث، وأنا ما زلت مصرة على رأيي بأن يتم تحقيق عادل وشفاف. ولكن يعني ما رشح البارحة عن طرفا التفاوض بما يختص بإجراء التحقيق، هم فعلا أمنوا على إجراء تحقيق شفاف وتحقيق شامل وتحقيق نزيه عبر الأجهزة العدلية الوطنية في السودان. طيب، على أن يكون مراقبا بواسطة الاتحاد الأفريقي. جانب من اهتمامات حضرتك الأساسية المهنية له علاقة بالقانون الدولي والقنوات الشرعية للاحتكام. نعم. من جانب المدعين بالحق المدني عن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم. اسمحي لي أن أشرك ضيفين معنا عبر الهاتف أولا، ومن ثم نستكمل الحديث عن هاتين النقطتين، لكنني لن أذهب عنهما بعيدا. أستاذ عبد البديع الشكيري من الخرطوم. أستاذ عبد البديع، أهلا وسهلا بحضرتك. قبل أيام كما ذكرنا في الجزء الخاص بعرض ما جبتم به علينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ذهب البعض إلى الخطوة التي أعلنت من جانب المجلس العسكري بالإفراج عما وصفه بكل للمعتقلين السياسيين. هل هذه خطوة كافية لضمانة نظام عدلي قوي في السودان وعدم الإقصاء لأي فصيل؟ جزاك الله خير. الخطوة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لم يفرج عن كل المعتقلين السياسيين. هنالك معتقلين الآن ولم توجه لهم أي تهمة. هذه معلومات يعني حضرتك تعرف عن أشخاص، أنت تعرف أنهم معتقلون أيوة. سياسيون ولم يتم الإفراج عنهم. حتى أيضا من النظام السابق في ناس صبتت يعني عليهم تهم بأن يقدموا لمحاكمة عادلة، لكن أي إنسان لم تثبت لديه تهمة يفرج عنه كما يفرج عن هؤلاء الذين كانوا يحملون السلاح ضد البلاد. وهل تقبل أن تكون المحاكمات علنية للذين تم اعتقالهم من نظام عمر البشير أو ما سبق؟ نعم، نحن محاكمات علنية. تكون المحاكمات علنية وبقضاء سوداني. طيب، نحن نثق في القضاء السوداني أي ما ثقة. تمام، يعني حضرتك لا ترى غضاضة في فتح تحقيق وطني داخل السودان فيما جرى في فض اعتصام القيادة العامة وفيما جرى في 30 من يونيو. نعم، أي إنسان ثبتت تورطه أو ثبتت إدانته بعد ما تنتهي لجان التحقيق يقدم لمحاكمة عادلة. تمام، لا للنظرة الإقصائية. تمام، أنا هذه نقطة مهمة إنه حضرتك ترفض الإقصاء. خلينا نعرض ربما لوجهة نظر أخرى تقبل أو ترفض هذا المبدأ. أستاذ صباحي مدثر من بريطانيا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ما رأي حضرتك، أهلا بيك، ما رأي حضرتك في هذه النقطة، مسألة الإفراج عن ما وصف بكل المعتقلين السياسيين؟ السيد الفاضل ذكر إنه هو يعلم عن أشخاص معتقلون سياسيين ولم يتم الإفراج عنهم، واحد، واثنين شكل المحاكمة أو التحقيق، وهي نقطة أساسية إلى جانب الاتفاقات السياسية كانت بين الطرفين، قول حريات تغيير من جانب والمجلس العسكري الانتقالي من جانب آخر. أي اتفاق في البداية هو سيء ومفخخ. مفخخ. بعدين نعم
بعدين هم ما افرجوا عن دماغ المقطعين، لسه مقطعين في السجون ما تحاتموا وقاعدين يسعوا. دي نقطة. ثاني حاجة، أسوأ ما في الاتحاد إنه إعطاء صيعية يا حميدتي وهو الجنجبيل، وهم أصلاً مجرمين بتاع حيب ومزورين عن مزرعة في الضيع اعتصام. بس يا أستاذ الفاضل، أليس حميدتي أصلاً لديه السلطة، سلطة القوة على الأرض على الأقل؟ نعم، عنده سلطة قوة، لكن ما بديه صيعية أبداً، حتى وعنده سلطة بتاعت قوة، فده ما بيمنحه صيعية. وترى حضرتك توازن بين هذه القوة وبين قوة الشارع، ولا هو كان له الغلبة وينبغي على الأقل المهادنة أو التسليم؟ أنا ما أعتقد أنه مفترض يتم اتفادية معه، لأنه يده مقطعة بالدم، ويادم هو مفترض من الأساس أنه يتحاسب، لأنه هو مسؤول عن جرائم حيث في دايفاي، مسؤول عن فض الاعتصام، مسؤول عن الناس اللي استشهدوا في 30 يونيو، مزوي عن طي الانتهاكات اللي حصلت. فبالتالي انا ضد اي اتفاقيه مع حميدتي واي مجلس العسكري. ثاني حاجه، اي اتفاق ده بينتهي تماما من المبدا بتاع يا خصاص ويا عدايه. كيف انت تتفق مع ناس هم اصلا مجرمين وهم مزويين، هم باعتراف المجلس انه هو فضل الاعتصام في 3 يونيو. حضرتك اذا فاقد للثقه تماما في المجلس العسكري، وترى على يده دماء لا يمكن معها التفاوض. مره اخرى اعود الى ضيفتي دكتوره زحل الامين. دكتوره زحل، ما راي حضرتك فيما استمعنا اليه الان، خصوصا انه من له الحق في المسامحه قانونا هم المدعين بالحق المدني وليس قوى التفاوض السياسيه؟ طيب، في حالات انتهاكات حقوق الانسان او انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني، هنا هذا الحق يصبح حقا حتى للمجتمع الدولي، استنادا حتى لاتفاقيات دولية سواء وقعت عليها الدولة أو لم حتى توقع عليها. عندما تمت إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، السودان لم يكن طرفا في وقع أو سحب التوقيع، وليس وكان مصادقا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن دعينا يعني نتفهم النظام العدالة الجنائية الدولية بصورة سليمة. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بينص على مبدأ التكاملية، أي أن هذا النظام مكمل للولايات القضائية الوطنية داخل الدول التي تم ارتكاب الانتهاكات بداخلها. لو نظرنا إلى ما يعني للانتهاكات التي تمت داخل السودان، أو يعني نظام العدالة الجنائية الدولية زي كما ذكرتي وتفضلتي بيعطي الحق في البداية للأجهزة العدلية الوطنية، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في المعاقبة على هذه الانتهاكات. ولكن إذا لم تقم هذه الأجهزة بما يكفي من يعني من واجب، أو كانت غير قادرة أو غير راقبة، عدم القدرة يأتي من عدم كفاية الأجهزة العدلية داخل الدولة وعدم شفافيتها وعدم يعني تمتعها بالتأهيل الكافي لعقد مثل هذه المحاكمة. بس يا دكتورة، هذا عدم القدرة وعدم الرغبة يأتي من أن يعني الدولة تكون غير راغبة في معاقبة أشخاص معينين نتيجة لمناصب، نتيجة لأي أسباب أخرى، وبالتالي يفلتون من العقاب. في هذه الحالة تتحول الولاية القضائية الجنائية تلقائيا للنظام القضائي الجنائي الدولي، ويصبح هؤلاء ملاحقين من قبله سواء كانت الدولة طرف في النظام هذا النظام أو لم تكن طرف. بس بالنظر إلى وضعية الفصائل المسلحة في السودان، من أخذ على عاتقه رفع الدعوة في حالة دارفور كان المدعي العام، وبعدين مجلس الأمن له الحق في أن ينفذ ما وصلت إليه المحكمة من تنفيذ مذكرات الاعتقال من عدمه. والحالة الوحيدة التي يذهب فيها مجلس الأمن إلى النقوص في هذا الإجراء هو أنه قد يسبب بلبلة سياسية أو قلاقل سياسية في البلد الذي سينفذ فيه الإجراءات. وبالتالي مرة أخرى، لو عدنا قليلا إلى الوراء، هل تتكرر مآسي دارفور، كردفان، جنوب كردفان، نيل أزرق، جنوب السودان الذي انفصل لاحقا، بعدم اتخاذ إجراءات واضحة في محاكمة المسؤولين عن فض الاعتصام وأحداث 30 يونيو، ويعني لا قدر الله ما سيتلو ذلك؟ أنت محقة أن تطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية، أحيانا كلنا ندري التعقيدات في المجتمع الدولي، أحيانا قد يكون انتقائيا
احيانا قد تكون هنالك اختبارات معينه كما ذكرتي، اختبارات سياسيه سواء كانت بالنسبه للبلد او حتى للمجتمع الدولي، يعني للدول، يعني التكتلات الدوليه واتجاه السياسه الدوليه ومصالح الدول الكبرى. كل هذه حقائق ماثله وموجوده ولا يمكن انكارها، ولكن ايضا يعني حصلت تغيرات في المجتمع الدولي والمنظمات حقوق الإنسان والمجتمعات المحلية نفسها داخل الدول صاحبة المصالح أصبحت تضغط في السودان. يعني هذا ما يعني ما تم إصغاطه على المفاوضات التي جرت. طيب. يعني وتدخل الدول الكبرى حتى باحتراف يعني المبعوث الأمريكي نفسه قال إنه أمريكا ما كانت يعني عندها اهتمام كبير ببعض المسائل في بعض الدول زي الوضع كان في السودان، ولكن هنالك متغيرات. طيب سؤال أخير، يعني سؤال أخير مباشر يا دكتورة زحل، لدينا دقيقة ونصف. قد يشكل عامل ضغط. طيب بس الترحيب بهذا الاتفاق على هذه المجريات، هل من العدل أن يتم الترحيب باتفاق كهذا لتحويل مطلب الشارع السوداني من العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقائية كما وصفتيها؟ هي ليست انتقائية، يعني أنا لم أقصد عدالة انتقائية، أنا أقصد هنالك متغيرات وضغوط في المجتمع الدولي قد تحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقائية. ولكن حتى يعني نحن عندما ذكرنا المحاكمات لم نذكر آليات العدالة الانتقالية الأخرى، هنالك آليات أخرى للعدالة الانتقالية من ناحية المصالحة والتحقيق وال دي كلها، لكن أنا أرفض هذا يعني في المرحلة الأولى من ارتكب هذه يعني المذابح. نعم. هو موجود ومعروف. طيب. دكتورة زحل أنا بعتذر، أنا مضطر أن أتوقف هنا لأن وقتي داهمني، بس لم أستطع بصراحة ألا أسأل هذا السؤال. دكتورة زحل الأمين أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة النيلين، ممتنة لحضرتك، أشكرك شكرا جزيلا، وأدعو الأستاذ رامي الشيخ المتصل من السويد إلى الانتظار والانضمام إلي في الجزء الإذاعي عبر الأقمار الاصطناعية. كانت هذه دكتورة زحل الأمين، شكرا جزيلا لحضرتك. هذه تحيات فريق البرنامج، هذا الحوار لم ينتهي، مستمر مع حضراتكم بعد دقائق. تحياتي وتحيات زملائي.